عندي هنا سؤال يريدني أحوله من transition graph للregular expression. هذا السؤال طبعا نظرية كلين. أول step بهالنظرية هو إنه أخلي start state وحدة. هل عندي start state وحدة؟ إيه. إذن شغلة satisfied محققة. نجي للstep الثانية، أهم شيء ترتيب بالخطوات. نجي للstep الثانية final state وحدة، العفو للstep الثانية final state وحدة. يعني شنو؟ يعني لازم نهاية وحدة. أنا شقد عندي؟ عندي اثنين، شراح أسويهم؟ راح أجمعهم final state وحدة وأحط إشارة الأبسلون. أوكي، وراها الستيب الثالثة هو إنه أخلي العمليات أو يعني إشارات للregular. أوكي، يعني بدل هذه الشارحة أخلي R، وللوب شخلي star. هذول مضويتهم، يعني الفرق عن هاي مضويتهم. So هنا حطيت R، حطيت star مال اللوب. يعني أكو لوب ثانية مثلا هنا راح أحط لها star. أوكي، نجي هنا أنا إيش لازم أسوي؟ باي باس ميدل ستيت، أتخلص من الأشياء اللي بالوسط أو أصفي الأشياء اللي بالوسط. هو الهدف شنو؟ إن يكون عندي ستارت وفاينل ستيت وحدة وبيناتهم، يعني أختصر عن هيك شيء. فأبدي هنا أنا بما أنهم اتجاه واحد، الأي والبي اثنين هم طالعين منا ومنتهي هنا أنا، حطيت لهم سهم واحد لأنهم اتجاه واحد، وأقول له هذا السهم إما يعني A or B. حطيت علامة الزائد هذه ال or، وهذه بقت نفس حالتها. الدورة أجي لهذه أتخلص من عندها. ليش؟ لأن قلت هدفي إنه بقي بس هاي وهاي. هذه شلون أتخلص من عندها؟ هي مو اتجاه واحد عم بحط خط مثل هذه، حط اتجاه سهم واحد وأقول A B or B A، لا، هذا بادي منا ومنتهي اللي هنا، يعني صار شكله مثل اللوب. هيج أفهمها إنه صار شكله مثل اللوب. فويت لوب اسمه A dot B A. ليش ما سويت A B زائدا B A مثل هاي الفوق؟ ليش؟ لأنه الزائد هي or يعني أو، بس هذا مو أو، هذا A B لازم يروح، ما عنده أي طريق ثاني، ما عنده لوب ولا عنده أي شيء، ما عنده طريق ثاني غير ال B A. ف dot بيناتهم إنه يعني لازم من يجي لل A B لازم يفوت على ال بي اي. اوكي، فصار هذه عليها لوبين وصارت هيجي. اوكي، فبما ان عليها لوبين دمجتهم لوب واحد، حطت بيناتهم ار، بس دمجتهم. ليش لوب منا ولوب منا؟ دمجتهم. هذا الشكل النهائي طلع لنا. اول شيء نزلت هذا كله، حطت عليه ستار لانه لوب، دوت اي زائد بي. ليش دوت؟ لأنه طريق واحد، هو ما عندنا غير هذا الطريق، فدوت مو أور. طبعا حطيت هنا ستار لأنه صارت لوب، هاي A B B A، وهاي هي.